طيب ناخذ المثال على لينير رايزنج النون لينير كومبوننت. عندي سبرينج الفورس تبعت السبرينج تساوي 33.55 اكس 0.487 هي نون لينير. هذا نون لينير سبرينج. مثلا اشياء زي المطاطه المطاطه في البيهيفير نون لينير. لو عندي سبرينج لينير سبرينج راح تكون العلاقه ما بين الديسبيسمنت والفورس بهذا الشكل. لكن هذا اذا اطلعنا على هذا النون لينير سبرينج العلاقه بالشكل هذا. هون عندي الاكسس اخذنا هاي النقطه بوينت وهاي هون الوحده هون وعندي الـ 0.05 5 نيوتن. حد يتأكد منها مظبوط انها عند 0.2؟ فاحنا مطلوب انه نعمل لينيرايزيشن عند النقطة 0.2. هلا ممكن اعمل فيرست اوردر ابروكسيميشن، ممكن اعمل سكند اوردر ابروكسيميشن باستعمال التايلر سيريز. ها احنا رح نعمل فيرست اوردر ابروكسيميشن، يعني هاخذ بس هون كخط مستقيم وعند النقطة هاي بتكون F dynamic بتساوي K في X dynamic، بس F dynamic بيساوي بدي الاقي في نقطة steady state. هلا steady state point أو point of interest هي 0.025 وهذا هون نيوتن وهذا هون متر displacement وهاي هون فورس. فإذا أخذنا هلا دي اف على دي اكس هون بتساوي 0.4871 مضروبة في 33.5 في x to the minus 0.481 minus 0.04871. هذه طبعا 0.02 يعني 2 سنتيمتر، يعني حوالين نقطة 2 سنتيمتر عم ناخذها. هلا هاي حتى نتاكد طبعا من ال 0.02 انا طالب منكم 0.02 بس مش معطيك ال 5، ايش لازم نعمل؟ بنعوض بالهاي. فعندي 5 at x بتساوي 0.02 بتساوي 33.55 في 0.02 ل 0.4871 وهاي بتطلع 50 نيوتن. فهاي النقطة اللي حواليها بدنا نعمل اللينيرايزيشن. فبدنا نيجي على النقطة هاي ونرسم خط مستقيم له نفس السلوب عند النقطة هاي. فنفس السلوب فدي اف على دي اكس بساوي هاي القيمة اللي هي بتطلع، بس اضرب الرقمين هذول في بعض بيطلع عندي 16.34 x to the minus 0.5129. وإذا عوضت بعدين df على dx at x بتساوي x bar فبصير عندي 16.34 مضروبة في 0.02 للقوة minus 0.5129 اللي هي بتطلع 121.52. وايش وحدتها؟ ايش وحدة K دائما؟ نيوتن بير متر. فصارت اذا عندي المعادلة، هلا في عندي معادلة دايناميك وهي نفسها بقدر احولها لمعادلة العامة اللي موجودة هون. فمعادلة الدايناميك بتصير اكتبها هون، عندي F دايناميك بتساوي 121.52 X دايناميك أو F ماينس F ستدي ستيت اللي هي 5
بتساوي 121.52 في x ماينس 0.02 هاي المعادلة. هاي بتصير المعادلة النهائية.